راديو نيل. طيب الـ الأهل، العيلة، البيت دورهم إيه في التكوين النفسي للأولاد؟ طيب دايما لما نبص على الأطفال أو النشأ في مسؤولية كبيرة جدا على الأسرة، ويمكن دايما بننادي أن يبقى فيه دايما تأهيل للشباب المقبلين على الزواج لتعلمهم المبادئ الحياتية وكيفية تكوين أسرة وكيفية التعامل مع الأطفال، لأن ده جزء مهم جدا، لأن علاقة الطفل منذ نشأته وولادته بوالدته ووالده في غاية الأهمية. دايما بننظر إلى أن الطفل كائن بيحتاج حاجة اسمها secure base، منطقة أمان. منطقة الأمان دي تقدر تديله إحساس بالثقة، إحساس بالطمأنينة، اللي من خلالها يبدأ يكتشف نفسه ويكتشف العالم. احنا بنؤكد ان حتى الطفل من بعد ولادته أهمية تواجده مع الأم، وان الأم تأكله وانها تبصله وانها تطبطب عليه وانها ان هو يبدأ يحس بيها حتى باللمس. ده بيدي حاجة اسمها بوندينج، ان تعلق الابن او البنت بالأم، وتعود الطفل على صوت الأب أو الأم بيديله حالة برضو من الاطمئنان وحالة من التعرف على العالم كله. طيب دور الأسرة إيه؟ إن تبقى هي البيئة الحاضنة، إنها تقدر إنها تنشئ النشئ ده عنده حالة من السلام النفسي والاطمئنان والثقة بالنفس، علشان النشئ ده في يوم من الأيام هيبقى فرد، والمفروض يبقى فرد مثمر وفرد إيجابي في المجتمع. فاحنا في هذا في اثناء الرحله دي هي بنعدي على مراحل، والمراحل دي بيبقى مهم جدا ان احنا في كل مرحله نتعامل مع طفل بطريقه حسب المرحله السنيه والفئه العمريه اللي الطفل بيتواجد فيها. واحنا بدأناها كده من بدايته الزيرو ستيج زي ما بيتكلموا عليه، بيبقى فكره التلامس والاحضان والصوت والحركة كل ده بيديله إحساس إنه يعني أهلي دول قريبين، أو عناصر الأمان دول قريبة منه. طب بنكبر مع كل مرحلة التواصل ده يحصل إزاي؟ يحصل إزاي ويبقى له إفكت؟ لأن إحنا مشكلتنا للأسف كلنا إنه بنتخيل إن إحنا مؤثرين، وده ما بيبقاش حقيقي 100%. ما حضرتك حق في النقطة دي، هي بينمو ازاي ان احنا نكون متواجدين مع الطفل. نتكلم على مرحلة زي ما قلنا التلامس وكذا، لما بيبدأ يكبر شوية بنبدأ نعلمه مثلا الكلام والمشي. في الفترة دي هي بيحتاج مننا دعم واحتواء بشكل كبير، وهنا بيبقى الدعم لكل حاجة الطفل بيعملها بنديله قدر من يعني الإثابة عليها، يقدر ياخد خطوه بنديله اثابه كبيره، يقدر ياخد الدعم والتشجيع، يقدر يقول كلمه، وحتى لو هو مثلا مش عارف ينطق بابا او ماما بشكل سليم، مجرد ما يقول بابا تلاقي الاب والام فرحوا جدا واتبسطوا جدا وبيدعموا طفله. هي البدايه دي محتاجه انها تستمر، لان في اوقات بعد ما الطفل بيبدا يعدي مراحل الخطوات الاولى ان احنا بنعتقد اللي هو خلاص اصبح بدا يمشي وبدا يتكلم، بعض الناس بيتعاملوا مع الطفل اللي هو بقى كبير وفاهم كل حاجة، أو مش محتاج الاهتمام الخاص ده، أو مش محتاج الاهتمام، أو هو بيضحك علينا، أو هو ذكي، أو هو بيستغلنا أو كذا. وبيتعاملوا ناس كتيرة بيتعاملوا مع الأطفال بطريقة المنطق، اللي هو عايز يقنعه بطريقة منطقية وبيحس كأنه بيكلم شخص كبير. ويمكن عندنا برضو بعض الموروثات الثقافية إن أوقات كتيرة لو أخ كبير أو ولد أو بنت بيحملوا مسؤوليات اكتر على اخواته الاخرين اكتر ما هو بيبقى طفل زيه زيهم. فاحنا لازم نتعامل مع الطفل قدر فهمه، لان احنا لما بنتكلم على المرحلة من 2 لـ7 سنين، الفترة دي لسه الطفل ما بيكونش فيها كون التفكير التجريدي، بيبقى لسه نمط التفكير بتاعه بيكون حاجة اسمها ايجو سنتريزم، بيبقى لسه حياته او تفكيره كله متحور حوالين ذاته هو. فهو بيشوف العالم من منظوره هو، وما بيقدرش يشوف العالم من منظور الاخرين. فحتى لما في بعض الاوقات يحس اللي هو غلط بيشوف اللي هو غلط على حاجه كبيره، وان هو اخطا خطا كبير. لما في بعض الاوقات الاسره بتتكلم بوجهه نظرها ما بتحطش نفسها مكان الطفل، الطفل ما بيبداش بيحس اللي هو بعيد عنه، هو مش قادر يجد نفسه في ده. ولو هنشوف في ده مثلا مش عارف يتواصل، فبيبتدي بقى يبقى يحصل اللي هي بيسموها دي اتاتشمنت، او يفصل نفسه. دي الاتاتشمنت ده زي يعني هنتكلم على النقطه دي هي، لان احنا بيبدا الطفل يحس اللي هو اللي حواليه مش فاهمينه،
احنا لما هدي مثل مثلا في الفئة العمرية من 2 لـ7 سنين بيبقى لسه حتى التفكير او الفكر بتاع فهم الكتلة الماس لسه ما بيبقاش فاهمه. يعني لو جبنا مثلا ازازة مية او كوباية مية ومالينا جزء صغير منها، فالطفل هيحس ان المية قليلة جدا في الكوباية دي. لو جبنا كوباية اصغر وارفع ودلقنا فيها المية، فالمية بقت اكتر في الكوباية، فهو يحس ان الكوباية مملية. طفل لو سألتيه انهو المية في انهو اكتر او في المية في انهو اكبر، هيقول في الكوباية التانية، مع انه واقعيا هو الاتنين نفس الحاجة. فهو بيبقى قدام الحاجة اللي بيشوفها قدامه بيفسرها كما هي، ما بيقدرش اللي هو يبقى لسه عنده التكوين التفكير التجريدي او المعنى التجريدي. يعني مثلا لو وعلشان كده مثلا هتلاقي في عيد ميلادات وفي حاجات كتيرة لما بيبقى فيه الشو بتاع الكلاون واللي هو مثلا بتلاقي بيقول حاجات اطفال مسخسخين على الضحك، وممكن الكبار يحسوا انهم مش عارفين هم بيضحكوا مالهم ده، بيضحكوا قوي كده ليه؟ لان هم بياخدوا الملل، هم بياخدوا ان هم بياخدوا المعنى البارز قدامه. يعني هو مثلا لما يبقى حد بيقول رايت محمدا اسدا في الطريق، معنى اللي هو شجاع ومقدام. الطفل هيقول ايه اسد ايه، هو عنده شعر طويل او دقن او كذا، ويقعد يضحك. فهو لسه التفكير المنطقي ما بيكونش لسه تكون، بيبدأ يتكون على ترجمة حرفية جدا، بيبدأ يكون لسه عنده الترجمة الحرفية والفهم الحاجة كما هي، ما يفهمش ما وراء الكلام ايه او ترتيب الاحداث على بعضيها. على سن 12 سنة بنبدأ ان احنا الطفل بيبدأ يتكون عنده قدر من التفكير التجريدي وقدر من التفكير المنطقي. في المرحلة دي لحد مرحلة المراهقة بيبقى فيه التكون العقلي الاكبر، اللي هنا نقدر ان احنا مخاطبة العقل والمنطق بتبقى مختلفة عن الاعمار اللي اصغر من كده. فدول المعلومات او الايمج هيبان له اكتر، هيبقى ظاهر اكتر، وهيبدأ يعني يبدأ يفهم العالم من حواليه، ويبدأ يكتشف في العالم من وجهة نظره. العيلة مع مي انور الاربع والخميس من 3 لـ4 على نغم FM. العيلة